سي بون. متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، إليكم الحصيلة اليومية. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة عن تسجيل 2760 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد إجمالي المصابين بفيروس إلى 97264 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاتي، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على النتائج السلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,245,049 حالة منذ بداية شهر الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1755 حالة. وتم التأكد من 1760 حالة شفاء إضافية، لتصافي الحصيلة الإجمالية التعافي إلى 76690. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية لاتخاذ السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي الكرام، أعيد عليكم الحصيلة المسائية. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة عن تسجيل 2760 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 97264 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاتي، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,245,049 حالة منذ بداية شهر الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1,755 حالة. وتم التأكد من 1,760 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية التعافي إلى 76690. وتهيب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنتم مع الحصيلة المسائية ليوم الجمعة، استودعكم الله.